إلى قاعة جامع الوفاء في طرابلس حضر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لتقديم العزاء بشقيقة وزير العمل محمد كبارة، حيث غصت القاعة بالمواطنين الذين احتشدوا محيين الرئيس الحريري بحضور حشد من الوزراء والنواب وفعاليات عاصمة الشمال. وقد غصت الطرقات المؤدية إلى الجامع بالمواطنين الذين أرادوا إلقاء التحية على الرئيس الحريري.